الحمد لله رب العالمين، أثبت الحقوق بشرائع الدين، وحمى الحرمات والدماء بشرعه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أقام شرائع الإسلام وحكم بالقرآن فساد العدل وعم الأمان، فاللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وآن. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لا بد أن نقدم الحلول للخروج من هذا المأزق الخطير. وأول الحلول، خاصة أقول نقدم الحلول الشرعية، الحلول الإسلامية. لقد جربنا جميع الحلول، جربنا القوانين الوضعية، جربنا الدساتير الوضعية، جربنا القانون الفرنسي، جربنا القانون الدول الكل. لماذا لا نعود إلى دستورنا؟ لماذا لا نعود إلى قانون الله؟ قانون الله هو الذي خلق هذا المجرم، وهو الذي يعلم ما في نفسه المريضة، وهو الذي له الحق أن يحكم على هذا المجرم الذي تجاوز كل الحدود. لابد أن نقدم الحلول للخروج من هذا المأزق الخطير. وأول الحلول هو العودة إلى منهج الله تعالى شريعة وأحكاما وأخلاقا. أين شريعة الله؟ أين أحكام الله؟ معطلة. أين الأخلاق الإسلامية؟ غير موجودة. أخوة الإيمان، أخوة الإيمان، راقبوا أبنائكم، تابعوا أبنائكم، ربوا أبنائكم، اسألوا عن أبنائكم. عليكم أن تعلموا أين يبيت ابنك، أين تقضي ابنتك ليلتها، بدعوى أنها تراجع الدروس، بدعوى أنه مع أصدقائه. ماذا لو اكتشفت يوما لا قدر الله يأتيك ابنك فتجده مثليا، أو تجده من عبادة الشياطين؟ ماذا سنفعل عند ذلك؟ حفظنا الله وإياكم وأبنائنا وزوجاتنا. أخوة الإيمان، والله إنها مسؤولية، والله سنسأل، كلنا سنسأل عن هذا. فما جنت أمتنا على نفسها ويلات الإجرام ونتائجه الوخيمة إلا حين تركت دستورها واستبدلت الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية. لذلك فإن الله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف ربي شو يقول: ولكم في القصاص. القصاص هو أن نقتص من المجرمين كما أمر المولى. أنت قتلت نفسا بريئة، أنت لا تستحق الحياة، أنت الموت قليل فيك. لولا أن ديننا قد حرم علينا التمثيل، أي التمثيل بالجثة، وإلا فإننا علينا أن نقطعه إربا إربا. ولا يكفينا في قتله بهذا الصبي الصغير البريء. ما هذا؟ ولكم في القصاص حياة، حياة مستقرة، حياة مزدهرة، حياة آمنة، حياة سليمة، حياة سود الرخاء والأمن والأمان والاستقرار. لما نقتص من المجرم، ماذا يقول دعاة جمعية حقوق الإنسان الذين يصدقون رؤوسنا بأن القتل هذا قانون يجب أن يحذف، يجب أن نجتهد بأن نحذفه من القوانين، القوانين الجنائية؟ ما هذا؟ ولكم في القصاص حياة. لشكون؟ يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة، يا أصحاب العقول التي على الفطرة، إن القصاص لكم حياة. وقال صلى الله عليه وسلم:
حد يعمل به في الأرض. ما معنى حد؟ حد من حدود الله، يعني حكم من أحكام ربي. ربي أمر بقتل القاتل، أمر بقص يد السارق، أمر برجم الزاني، هذه حدود. عرشكم سيد النبي قال حد يعمل به في الأرض، حد من حدود ربي تعمل بها نفذوها. خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد نقيم حد على مجرم خير من طر 40 نهار. طبعا هنا نفتح القوسين مردبان الخير. إقامة الحدود هي مسؤولية القضاء ورجال القضاء والقاضي بشر والقضاة السادة القضاة وسلك القضاء، هذا من مهم. وهنا نرجو من القضاء ألا تأخذه رأفة بالمجرمين، بل عليه أن رجال القضاء عليهم أن يسلطوا أشد العقوبة على أمثال هؤلاء لأنهم يروعون الآمنين. حد يعمل به في الأرض خير لأهل، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والله تعالى حين أمرنا بإقامة أحكامه في الأرض أمرنا بإقامة العدل ومقاومة الظلم والطغيان، ونهانا أن تأخذنا الرأفة بالمجرمين. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هالمجرمين ما معهمش رأفة، ما يلزمش قلبك يرأف عليهم وحن عليهم. لا رحمة مع المجرمين، لا رحمة مع المتنطعين، لا رحمة مع الذين ينشرون الخوف والهلع بين أبناء الشعب، لا مكان لهم. كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاباة في تطبيق القانون، ما نحابيهش، مش لأنه هذا ولد عم وهذا سي فلان وهذا صاحب مركز وهذا مسير وهذا فلان، نغطيه عليه ونغطيه القضية وبوسيلة وبأخرى ويخرج قشارة من العجين. المحاباة هذه ما تماش في ديننا، اسمع. لذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاباة في تطبيق القانون، حيث قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين قام يشفع في المرأة المخزومية، المرأة المخزومية التي ارتكبت جريمة، امرأة مخزومية هي من سادة قريش، من أشراف قريش، من أغنياء قريش، من السادة، عملت جريمة، جاءوا يتشفعوا لسيد النبي، منهم سيدنا زيد. قالوا يا رسول الله هذه مرأة معروفة في قومها وفي مكان وعندها مكانة وعندها مركز وعندها عائلة وعندها، هل نشفع فيها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسيدنا زيد، قال له قولته المشهورة: يا زيد أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ سيدنا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ حدود ربي ما فيهاش شفاعة، ما فيهاش محاباة. أما والله يقسم النبي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو كان بنت فاطمة تسرق نقص لها يدها. ومن الحلول لمعالجة ظاهرة الإجرام الاجتهاد في حسن تربية الأجيال، وهذا أنا اللي نأكد عليه برشا وخيالي. التربية ولدك لو كان ما خرجش الليل يسهل راهو ما عملش حركة، لو كان ما خرجش الليل يسهل راهو ما عملش حاجة ولا معاق، لو كان ما خرجش الليل يسهل راهو ما ضربوش بسكين، لو كان ما خرجش الليل يسهل راهو ما شربش الزردة، لو كان ما خرجش الليل يسهل راهو ما عملش كذا. ربوا صغيراتنا، علاش الأسرة مبقاش عندها دور؟ البوب مبقاش عنده سلطة، الأم مبقاش عندها مسؤولية. اش بينا؟ تجردنا من كل القيم، من كل المبادئ، من كل الأخلاق. على الأقل هذا هو دورنا. من الحلول لمعالجة ظاهرة الإجرام الاجتهاد في حسن تربية الأجيال تربية دينية مدنية متوازنة، دينية ومدنية، تعرفوه أمور دينه، لكن كذلك بحقوق المدنية الوطنية، تربية متوازنة.
مع إشاعة مبادئ الإسلام في مجال السلوك والأخلاق والمعاملات، كما ينبغي العمل على التقليص من الفوارق الاجتماعية وإنتاج المزيد من فرص العمل والقضاء على الفقر والتهميش. والله نسأل أن يقينا خطر الجريمة وأن يحفظ بلادنا من شر المجرمين، والله ولي المتقين. اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله، في السماء إله، يا من تمعنت الوجوه وذلت عظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه، يا من لسماه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الحبيب صلاة تذكرنا بخلقه الكريم كلما تلوناها، وتشوقنا إلى جنابه الرحيم كلما رددناها، وتهدينا طريقه المستقيم كلما كررناها. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا بر أبنائنا بنا يا كريم، واجعلنا واجعلهم جميعا عونا لبعضنا على طاعتك يا رب العالمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. اللهم اصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك، وتحل به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومن هدر الغادرين ومن الإجرام والمجرمين. اللهم اجعلها حائزة على الخيرات، سالمة من الآفات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم أمدهم بقوة من عندك وجند من جندك. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمعهم على الحق واجمع كلمتهم وسدد سيامهم وآراءهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اغفر للمجاهدين في كل مكان. اللهم اكتبهم مع الشهداء والصديقين، واجعل درجاتهم في عليين، واجعل ما قدموه ثقلا في الموازين يا رب العالمين. اللهم انت الهنا، انت ملاذنا، انت عيادنا، عليك اتكالنا. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل ضراء. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كل بأساء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الاعراض والدماء. 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 اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين وفي نحور المجرمين وفي نحور المعتدين اجمعين، حتى يسلم الوطن والبشر يا عظيم يا كريم يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان